إيران وجماعة الحوثي في اليمن بدأتا بالتعاون مع أخطر التنظيمات الإرهابية العالمية داخل اليمن، وذلك من أجل فتح الجبهات الداخلية على مصراعيها. التفاصيل كانت قد نشرت في 24 ساعة الماضية من قبل التلغراف البريطانية بهذه الطريقة، وهذه الصحيفة هي التي أكدت من مصادر مطلعة بأن جماعة الحوثي في اليمن بدأت بالتعاون بشكل مباشر وواضح ومتصاعد مع تنظيم القاعدة هذه المرة، صدق أو لا تصدق، وبأن جماعة الحوثي توفر كل الدعم اللوجستي الذي يحتاجه هذا التنظيم من أجل إعادة نشاطه وعمله على الأراضي اليمنية، وكذلك في نفس الوقت زودوهم أيضا بالصواريخ الحرارية ويقومون بتزويدهم بالطائرات المسيرة وأيضا بمعدات الاستطلاع المطلوبة للتنظيم، وكذلك بدأوا بالعمل أيضا على إطلاق سراح كل الشخصيات والقيادات المهمة لتنظيم القاعدة من أجل أن يكون لهذا التنظيم قيادة ميدانية حقيقية وأن يكون عملهم أكثر وضوحا وأكثر فاعلية. لا بل إن الأمر قد وصل إلى مرحلة وإلى درجة إلى أن الطريق المرتبط بين محافظة البيضاء مباشرة إلى محافظة شبوة، محافظة شبوة كما هو معروف هي مسيطر عليها وهي تحت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، ومحافظة مأرب بحسب هذه الخريطة وما هو ظاهر منها هي تحت سيطرة الحكومة الشرعية اليمنية. هذا الطريق تحديدا من البيضاء إلى محافظة شبوة هو في الحقيقة تتواجد فيه العديد من السيطرات الخاصة بتنظيم القاعدة وكذلك سيطرات لجماعة الحوثي، وكل سيطرة ترى السيطرة الأخرى وليست هنالك أي مناوشات أو أي اشتباكات بحسب شهود عيان كما تحدثوا للتلغراف البريطانية. وكان هنالك انفجارا في الأيام القليلة الماضية في داخل محافظة شبوة، هذا الانفجار جاء بقنبلة يدوية، وهذا الأمر أدى في نهاية المطاف إلى مقدر 7 عناصر من عناصر الجيش التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي، وكل أصابع الاتهام وجهت إلى تنظيم القاعدة بأنه كان خلف هذه المسألة، وبالتالي واضح جدا أن تنظيم القاعدة بدأ شيئا فشيئا يجد طريقه لعملية النشاط مرة أخرى بمساعدة وتعاون مباشر من جماعة الحوثي في اليمن. وهذا التعاون بين هذين الطرفين اللذين يعتبران طبعا من الأطراف المتناقضة للغاية، ليس هنالك أي شيء يرتبط بين الطرفين، ولكن هنالك مصلحة جماعة الحوثي بالنسبة لها أثناء أحداث قطاع غزة تحاول استغلال هذه المسألة من أجل شيطنة خصومها الداخلين، إن كان المجلس الانتقالي الجنوبي أو إن كانت الحكومة الشرعية، من أجل استخدام سمعة القضية الفلسطينية وغيرها ومن يقف معها ومن يتم الشك بالوقوف معها، وبالتالي استخدام هذه البروباغاندا من أجل الذهاب والضغط على هذه الأطراف وأضعافها وبالتالي السيطرة على جمهورية اليمن بأكملها. بينما بالنسبة لتنظيم القاعدة في نهاية المطاف الأهم هو أن يكون هنالك ملاذا آمنا لهم، ومثل هذا التعاون يفتح لهم بأن تتحول اليمن أن تكون ملاذا آمنا بالنسبة لهذا التنظيم. كذلك أن جماعة الحوثي مقبلة على ضغط كبير في الفترة القادمة مع كل ما يجري من استهدافات تقودها هذه الجماعة على المياه الإقليمية بشكل عام من حلف حارس الازدهار البسايدن آرشر، الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك بريطانيا وغيرها من الدول المشتركة بهذه التحالفات. واضح أن هنالك ضغوطا على الجماعة، وبالتالي تنظيم القاعدة ممكن أن يلعب دورا في إسناد جماعة الحوثي، وكذلك ممكن أن تتصاعد طبيعة العمليات الخاصة بتنظيم القاعدة مع الوقت، وخاصة أن هذا التنظيم يمتلك خبرة كبيرة بمثل هذه المواجهات، وإيران ليست بعيدة أبدا من طبيعة ما يجري من هذا التعاون، فإيران مرتبطة بشكل مباشر ومعروف مع جماعة الحوثي، ولكن أيضا صدق أو لا تصدق بأن لديها ارتباط أيضا مباشر وعلاقة مباشرة مع تنظيم القاعدة. في عام 2011 وزارة الخزانة الأمريكية كما نقلت الوول ستريت جورنال أكدت بأن إيران تقوم باستضافة شبكة كاملة من قيادات وعناصر تنظيم القاعدة داخل إيران، بالإضافة إلى ذلك إلى أن العام الماضي الجارديان البريطانية كشفت بأن بديل أيمن الظواهري بعد مقتله ألا وهو سيف العدل موجود في العاصمة الإيرانية طهران منذ سنين طوال، وحتى نشرت صورة لسيف العدل وهو القائد الفعلي الآن لتنظيم القاعدة كما يعتقد وهو موجود في إيران. وبعد ذلك بعد هذا التقرير قالوا بأنه قد غادر، ولكن إيران كان
كانت ترعاه في الداخل. كذلك أن إيران لعبت دورا في تشكيل شبكة لتنظيم القاعدة داخل اليمن منذ سنين، وهذا الأمر قد أصبح واضحا أيضا مما صدر من قبل أحد القضاة الاتحاديين كما نقلت الواشنطن بوست في عام 2015 كما تلاحظون. وقال هذا القاضي شاركت إيران بشكل مباشر في إنشاء شبكة القاعدة في اليمن، وقد تكون واحدة من أهم الأدلة على ذلك هي ما جرى ليو اس اس كول تحديدا، هذه المدمرة الأمريكية التي تمت مهاجمتها من قبل تنظيم القاعدة في عام 2000 عندما كانت تتزود بالوقود وما تحتاجه في ميناء عدن. فجأة جاء زورق أو قارب مفخخ وضربها بهذا الشكل، أخرجها عن الخدمة، وأدى هذا الأمر إلى مقتل 17 من البحارة الأمريكيين بسبب هذا الحادث. وبالتالي التصريح القادم من القاضي الاتحادي ويأتي بعد تحقيقات أمريكية مستمرة عن تنظيم القاعدة، طبيعة شبكته وكيف ازدادت عملياته في الداخل، ومن أين يمتلك مثل هذه الإمكانيات لتحقيق مثل هذه الضربات. وذهبت أصابع الاتهام مباشرة إلى إيران. التلغراف البريطانية أشارت أيضا أن التعاون بين جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة يأتي لهدف رئيسي مهم في هذه المرحلة والمرحلة القادمة، ألا وهي الضغط على المجلس الانتقالية الجنوبي وتحديدا في شبوة، وذلك لعدة أسباب. واحدة من أهم الأسباب هو ما نشر في شيبا انتليجنس بداية الشهر الماضي، والتي أكدت طبعا من خلالها بأن هنالك اتفاقا غير معلنا بين روسيا وبين إيران، وتأتي عمان من ضمن هذا الاتفاق من أجل تقوم هذه الدول بالاستثمار في الغاز والنفط اليمني. وهذه العملية ونشرت خريطة طبعا لطبيعة هذا المشروع، والعمل كله بدأ منذ عام 2022 في حقيقة الأمر، حيث أن جماعة الحوثي قامت بمهاجمة محطات الغاز والوقود أو النفط عفوا الموجودة في حضرموت وكذلك في شبوة، دمروا هذه المحطات، أوقفوا عمليات الصادرات للغاز وكذلك للنفط. وبعد ذلك جاءت مباشرة روسيا لتتفاوض مع جماعة الحوثي وقالوا لهم دعونا نستثمر سوية هذا النفط وهذا الغاز. جماعة الحوثي تباطأت بهذه المسألة وذهبت روسيا مباشرة إلى إيران لتحقق الاتفاق بينها وبين إيران وبين عمان لنصل إلى هذا الطريق الذي هو الأنبوب الذي بدأوا بالعمل عليه، ومن الممكن أن يكتمل طبعا في الأسابيع والأشهر القادمة، الذي يمتد من إيران إلى عمان كما تلاحظون عبر صحار مباشرة إلى صلالة، ومن ثم بعد ذلك يصل إلى بلحاف في شبوة التي هي تحت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، ويصل كذلك إلى صافر أيضا في مأرب التي هي تحت سيطرة الحكومة الشرعية اليمنية كما تحدثنا. ومشكلة جماعة الحوثي هي غير قادرة على عملية مهاجمة هذه المحطات بعد الآن، وذلك لأن هذا سيضرب مصلحة روسيا، مصلحة إيران، حلفاء استراتيجيين مهمين بالنسبة لهذه الجماعة، ليس كما كان هو الوضع عليه في عام 2022، خاصة وأن هذه الدول تذهب إلى تعدد القطبية، تغيير العالم بأكمله، وجماعة على هذا الأساس ليس لديها إلا خيار واحد، ألا وهو التقدم مباشرة على مأرب وكذلك على شبوة من أجل السيطرة على هذا الأنبوب والأنابيب والنقاط والمصادر للغاز والنفط الموجودة في هذه المنطقة للسيطرة عليها، وأن لا تكون هنالك فائدة للحكومة الشرعية أو المجلس الانتقالي الجنوبي من خلال هذه الصفقة. وهنا تأتي أهمية تنظيم القاعدة والاتفاق معهم، لأن التنظيم يمتلك خلايا نائمة كثيرة في هذه المناطق من ضمنها وأهمها شبوة، وبالتالي المجلس الانتقالي الجنوبي هو يتعرض إلى الكثير هذه المناطق إلى نوع من الضغوط الاقتصادية، نوع من الاحتجاجات، هذه الخلايا النائمة نشطت بشكل أكبر مع كل ما يجري. واضح أن الحوثي يحاول استغلال هذه المسألة، وبالنسبة لجماعة الحوثي السيطرة على هذه المناطق المهمة بهذه الموارد إن كانت الغاز وإن كانت النفط هي مسألة مهمة بالنسبة لجماعة الحوثي، لا بل قد تكون أيضا مصيرية في نفس الوقت، وذلك يعود بسبب أن جماعة الحوثي مقبلة على التعرض لضغوط كما تحدثنا قبل قليل. وهذه الجماعة كانت قد صرحت عبر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن جماعة الحوثي العميد يحيى سريع في اليومين الماضيين، كان قد تحدث بأن الجماعة
بعد هجماتها في البحر الأحمر وكذلك في خليج عدن ومحاصرتها لمضيق باب المندب وتوسيعها للمحيط الهندي. الآن هم دخلوا في المرحلة الرابعة من التصعيد وسيبدأون بعمليات استهداف مباشرة على السفن في البحر المتوسط المتجهة لإسرائيل، وهذا سيشكل طبعا مشكلة كبيرة بالنسبة لجمهورية مصر العربية، لأن هذه بالنسبة لجمهورية مصر العربية هي مسألة سيادة بحتة، وبالتالي هي يجب عليها ومفروض عليها طبعا أمام شعبها أمام الشعب المصري أن تسقط هذه الصواريخ والطائرات المسيرة، لأنها ستشكل خطرا في طبيعة الحال على الشعب المصري بشكل عام بتحليقها بهذا الشكل، وهذا قد يفتح الباب لجماعة الحوثي أيضا لأن تقول وأن تروج أن مصر تدافع عن إسرائيل، وبالتالي هي ممكن أن تصل إلى نقطة تصعيد هذه وستصعب الأمور بشكل أكبر على جمهورية مصر العربية. لا بل أن هذه الجماعة ذهبت أيضا إلى طريق من خلال هذه التصريحات وأكدت بأن لو بدأت إسرائيل بالتقدم إلى رفح فإنهم سيقومون بالفرض عقوبات على كل شركات الشحن التي لها علاقات أساسا مع إسرائيل، وستكون هنالك استهداف ومنع تام لهذه السفن من المرور بمنطقة العمليات الخاصة بجماعة الحوثي حتى ما بعد رفح وحتى ما بعد قطاع غزة وكل ما ممكن أن يتطور في هذه المنطقة، وهذا سيعني بأن ستكون هنالك مشاكل اقتصادية خطيرة للغاية إذا ما بدأت إسرائيل تقدم إلى رفح ودخول جماعة الحوثي بهذا التهديد بهذا الشكل، سيعني مشاكل اقتصادية على مصر على كل الدول التي تمر هنا باتجاه البحر الأحمر وحتى أن أوروبا كذلك، لأن الاستهداف يأتي لجميع الشركات أينما كانت وجهتها إن كانت متجهة لإسرائيل أو غير إسرائيل، ممنوع على هذه الشركات وهذه السفن أن تمر من هذه المنطقة، بالتالي هذا له تغيرات كبيرة. وعلى هذا الأساس الجماعة تتوقع مع هذه التصريحات ممكن أن تتعرض إلى ضغوط كبيرة في الفترة القادمة، والضغوط الميدانية حاضرة في حقيقة الأمر، هنالك ضربات أمريكية وبريطانية تأتي على نقاط حساسة في الحديدة وفي مطار الحديدة تحديدا، هذا هو المطار الذي قصف كثيرا منذ بداية التصعيد في نوفمبر من العام الماضي حتى يومنا هذا. هذه النقطة كانت فيها تحديثات حول ضربات قد جاءت في 2 مايو أي في 72 ساعة الماضية. لاحظ بأن هذه المنطقة مدمرة ولكنها هنالك المزيد من الضربات التي تعرضت لها. هذه الصورة تعود إلى 29 أبريل، ليست واضحة، ولكن ما هو واضح هو أن هنالك تغيرات في اللون هنا في هذه المنطقة وكذلك في هذه المنطقة تحديدا هنا وكذلك هنا. لنحاول أن نقترب من هذه المنطقة أولا ومن ثم نذهب إلى هذه النقطة الثانية لنقارن الصورة. لاحظ هنا الصورة في 29 أبريل، نقترب منها تلاحظ الصورة بهذا الشكل هذه المنطقة. لاحظ هنا اللونين، هنا الشكل باللون الأبيض كما هو واضح، لاحظ هنا قبل وهنا في 4 مايو كيف تغيرت. لاحظ الصورة يعني لا تقبل خطأ، واضح جدا أن هنالك ضربة قد طالت هذه المنطقة. كذلك نذهب إلى النقطة التي تأتي إلى الجنوب التي أشرنا لها النقطة الثانية، تلاحظ هنا بأننا أمام نوع من التغير في اللون هنا وكذلك تغير في اللون في هذه النقطة هنا قبل 29 أبريل وهنا كذلك في 4 مايو بعد ضربة في 2 مايو الحالية الذي نتحدث عنه، وبالتالي بشكل واضح واضح بأننا أمام هنا قبل وهنا بعد، واضح أن هنالك تغير للألوان في هذه المنطقة. وهذه طبعا أن جماعة الحوثي منتبهة لمثل هذه الضربات ما ممكن أن يأتي بعدها، حيث أنهم قاموا بمناورات أيضا نهاية الشهر الماضي بهذا الشكل، يقومون بالاشتباك بالقرب من البحر الأحمر، واضح جدا هذا هو البحر الأحمر، لم يؤكدوا أين هذه المنطقة ولكنهم يشتبكون مع نوع من المدرعات، يستعدون للقيام بمثل هذه المناورات بدفعة جديدة أيضا من المتطوعين بضربها بهذا الشكل. وكانت هنالك صورة واضحة كشفت عن أين هذه تتم هذه المناورات، وهي مسألة مثيرة. تلاحظ مبنى مدمر هنا، مبنى ثاني هنالك مساحة، وهذه أشجار واضحة طبعا. لنأخذ هذه الصورة مرة أخرى، هذه هي الأشجار وهذا هو مبنى آخر، وتلاحظ أن هنالك ساحلا البحر الأحمر وهذا هو الشارع وهو أول شارع يأتي بعد الساحل، وتلاحظ أن هنالك مبنى صغير
وسط الساحل أيضا مدمر سيكون مفيدا بالرؤيته أو بالنظر إليه إلى القمر الصناعي، وبتحديد هذا الموقع سترى بأنه قريب للغاية من نقطة المطار في الحديدة، هذه هي النقطة تحديدا، المنطقة ليست بعيدة أبدا، وهذا هو المبنى المدمر، المبنى الثاني مساحة وأشجار، وهذا هو المبنى الآخر، وهذا هو الطريق والساحل والبحر الأحمر، وهذه النقطة المدمرة، وهذا يوضح أن جماعة الحوثي تستعد إلى سيناريو قادم من الممكن أن يكون كبيرا ضدها، هي تستعد وتناور لجعل آخر الطرق أو أولى الطرق بعد الساحل كنقطة وخط دفاعي في حالة كان هنالك اقتحاما، خاصة وأن هذه المنطقة قريبة للغاية وهذا الطريق قريب للغاية ومؤدي إلى المطار الذي يأتي خارج مدينة الحديدة التي طبعا تسيطر عليها جماعة الحوثي، والحديدة تعتبر نقطة رئيسية للكثير من الهجمات التي تأتي في البحر الأحمر، وعلى هذا الأساس واضح جدا بأنهم يضعون في حساباتهم إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا بضربهم للبنى التحتية للمطار هو يؤكد بأن هنالك ترتيب معين من قبل الغرب للتقدم لهذه المنطقة، وحتى من خلال قصف بعض الموانئ، من الممكن هذه المنطقة أن تأتي هذه الدول الغربية أو حتى بمشاركة دول أخرى أن تقوم بعملية اقتحام على هذه المنطقة وتبدأ بعمليات الاشتباك على هذه الطرق الرئيسية، ومن ثم القيام بإنزالات بسيطة على هذا المطار من خلال قصف عنيف واشتباكات برية، وبالتالي السيطرة على المطار كمرحلة أولى، ومن ثم البدء بالسيطرة على الموانئ، وبالتالي إغلاق هذه الموانئ ومحاصرة مدينة الحديدة في بادئ الأمر، وجعل جماعة الحوثي تحت نقطة الخطر، وإن كانت تمتلك صواريخ وطائرات مسيرة، ولكن دائما ما تبدأ الأمور بهذا الشكل، أن تسيطر على المطار، تسيطر على الموانئ، أنت تخنق المدينة بالكامل، مما سيبعد طبعا جماعة الحوثي ويجعلها تحت ضغط كبير. ولاحظ المساحات المفتوحة، إن سيطرت الدول إن كانت أمريكا أو إن كانت بريطانيا أو أي أطراف أخرى تعمل على هذه المسألة، إن سيطرت على هذه المدينة وعلى موانئها، فجماعة الحوثي مضطرة لترك هذه المنطقة والانسحاب إلى هذه الجبال، وأن تفقد كل القدرة الاستراتيجية التي تتمتع بها في محافظة الحديدة، وبالتالي الجماعة تستعد، ولكن أيضا هنالك ضرب ميداني، وهو يوضح أن هنالك ضغطا كبيرا قادما ومتصاعدا مع التصعيد من جماعة الحوثي، كل تصعيد يواجهه تصعيد، ولذلك يبدو أن جماعة الحوثي ذهابها وبذهابها إلى تنظيم القاعدة والتعاون معه بهذا الشكل يوضح بأن هنالك ترتيبات استراتيجية أيضا جديدة من قبل إيران والجماعة في المنطقة لتصعيد كبير قادم.